3 معلقة اندومي. أنا خدت الصراحة خدت معلقة، لكن أقسم بالله بص إيوة الدلة، عايزك تفرح، الأيام اللي جاية سودة عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم مقلب جامد جدا جدا في زياد ابني. هو كان بياكل اندومي وشفتوني وانا منزله الفيديو كده، فانا عملت له رعب بقى من ناحيه الاندومي، فانا هخش عليه. هو النهارده كان في النادي، فانا هخش عليه وعايزني بصور روتين يعني او حاجه عشان انا فاتحه الكاميرا، وهساله بقى قدامكم وهشوفه فعلا بياكل اندومي زي ما كان بيقول ولا بطل، ولا لما راح النادي النهارده ضعف، ولا ايه؟ لان انا بجد ربت لهم الرعب بسبب الاندومي ده وبسبب اللي بيحصل. يلا نروح نشوف المحل. زياد قوم كده، تعالى تتفرج، واما اكون بكلمك تقوم تتعادل يا حيوان. انا مش فاتحه، انا بصور، كنت هصور روتين، هقفل الكاميرا اهو. بص لي بقى هنا كده، انا خلاص قفلت، ولا هصور روتينات ولا هصور زفت. بص لي كده، انت النهارده كنت فين؟ اعدل نفسك. في النادي. كنت في النادي ورجلك عامله ايه؟ دلوقتي رجلك دي كانت بسبب ايه؟ طيب انا سمعت النهارده صاحبك مروان جه قال لي يا طنط زياد كل اندومي. والله انت خدت مني 10 جنيه قبل ما تنزل، عملت بيها ايه؟ لعبت بيها بلاي ستيشن. مروان قال لي انك كلت اندومي. انا النهارده كنت عامله محشي ولحمه، وانت ما رضيتش، اول ما رجعت ما رضيتش تاكل محشي ولا تاكل لحمه ولا زي عادتك. اكلت ايه النهارده في النادي؟ والله اكلت يا امي بيضه مسلوقه. اكلت البيضه المسلوقه فين دي؟ انا في مطعم قدام النادي. انا هقطع هدوم الكوره، مفيش كوره تاني. ليه يعني؟ عشان انت بتكذب. اكذب ليه؟ والله ما بكذب عليك. انت بتكذب. والله ما بكذب. كلت اندومي ولا ما كلتش يا حيوان؟ ما كلتش والله. مروان قال لي انا هقطع الهدوم بتاعت الكوره ومفيش نوادي تاني ولا في حاجه، بدل النادي بيتعمل في جوال اندومي. والله يا امي ما كلت اندومي. الحبوب والقرف اللي اتلغى دي بسبب الاندومي. انت ليه مش عايز تصدق كده؟ والله ما كلت اندومي. مروان طلع وقال لي، مروان طلع وقال لي، قال لي ازاي كل اندومي النهارده يا طنط؟ انا قلت له يا مروان لو زياد كل اندومي قول لي. قال لي ماشي يا طنط. رد عليا يا حيوان، كلت ولا ما كلتش؟ بص على العموم مفيش نوادي تاني. مفيش نوادي تاني، انا هقطع، انا رايحه دلوقتي اجيب اللبس واقطعه. انا دلوقتي هجيب التيشيرت بتاع الكوره، هو بيعشق الكوره، هجيب الطقم وهجيب المقص وهدده ان انا خلاص هقطع الهدوم وهرميها قدامه. هشوف رد فعله ايه، لان هو ايه بيحسبني بهزر وبتاع، بس ما يعرفش بقى ان انا عامله في محكم. جبت المقص، دي هدوم الكره بتاعته اهي، هو لسه جاي من النادي عايزين يدغسه، فانا هنده واقول له ان انا هقطعه، بس ده طبعا يعني كلامه بتاع. يلا يا زياد، انت يا ولا؟ نعم. تعالى هنا. نعم. هدومك دي هتتقطع ومفيش نادي تاني. وماما جنة اندومي. ياهو. هقص. انا اسف والنبي. والله ما عملت كده تاني. حتى لو الاندومي ده ببلاش. يعني انت اكلت النهارده اندومي ولا ما اكلتش؟ والله ما جن. والله ما جن. اكذب عليك انت، ما انا كنت عايزه اكل اندومي، كنت جيت وكلت، بس انا والله ما دقت. مروان قال لي ان كل اندومي. طب مروان كل اندومي ولا ما كلش؟ مبسوطين مني صح؟ انا عايز لو خدت الصراحه خدت معنى، لكن اقسم بالله هقصهم. لا وهقص شعرك معاهم. اندومي تاني لا. قدام الكاميرا بقى، تعالى بقى، انا كنت اصلا بعمل فيك مقلب. تعالى هقطع هدوم الكوره والله.
اندومي تاني. لو بعدين بقول لك مروان تقول لي اه مروان بياكل اندومي، بيرشد عن صاحبه يا جدعان، بيرشد عن صاحبه. اندومي تاني لا بجد والله العظيم اندومي تاني لا. قولي حاضر يا ماما، قولي حاضر يا ماما. اللي انت بتعمله دلوقتي ده بعمل مقلب، انتظروني في مقالب تانيه كتير بقى، كله بقى كله بالشكل ده مع زياد الكذاب. ماشي زياد الكذاب، ماشي انا هقص له شعر اهو قدامكم عشان اقص له. انتظرونا ان شاء الله في فيديوهات تانيه كتير. وزياد اهو، انت زعلان يا زياد من المقلب ده؟ يزعل يتفل عادي يعني، من اللي يزعل يتفل. زعلان؟ قول لهم يلا ان انت مش زعلان. زعلان قول لهم ان انت مش زعلان. ايوه ده اللي عايزك تفرح، الايام اللي جايه سودة عليك. مستنونا بقى في مقالب تانيه ايه؟ جديده. سلام.